ازيكم؟ صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن اداب الحوار او اداب زياره المواقع المفروض انها عامه. انا صفحتي على انستغرام عامه، فاحب افكركم بحاجه كده. فاكر زمان واحنا صغيرين لما كنا مثلا ماما تاخدنا ولا حاجه للجيران مثلا، ما كانش ينفع نعمل بيبي في الصاله، صح؟ يعني لو عايزين نعمل بيبي نستأذن ونروح يعني الحمام. بس بلاحظ ان الناس بتدخل عندي وعند غيري يعملوا بيبي في الصالة. ده عيب يا حبيبي، يعني رأيك اللي هو مليان تحامل او وعظ، معرفش انت يعني واخد فكرة منين انك انت في موقع انك توعظني او ان انا عايز اتوعظ. ما انا عايز اتوعظ هروح في حتة بتوعظ، صح؟ يعني انا عارف اروح فين. او هجوم، او يعني ما انا اصلا ما شددك، يعني ما شددكش من الشارع وقلت لك والنبي تعالى، والنبي ارجوك تعالى ادخل اعمل بيبي يعني في الصاله. ما بعملش كده والله. فمش معنى ان بابي مفتوح انك تيجي تعمل بيبي عندي في الصاله، انت غير مرحب بيك يا اللي بتعمل بيبي عندي في الصاله. ف اي حد يجي يعمل بيبي عندي في الصاله انا هطرده بصراحه، غير مرحب بيه اطلاقا، ومش هقرا يعني مش هروح اشم البيبي. ما هو بيبي باين، هو بيبي هلا بلا كده هو والبيبي بتاعه بره. فليه يا جماعه؟ الدنيا بسيطه وحلوه واسعه. يعني انا وانا مثلا بضايقكم في حاجه فمنتهى البساطه، اعمل لي انفولو، اعمل لي بلوك يا اخي، مش عايز تشوفني كده خالص، مع يا حبا وكرامه شكرا، ريحتني وريحت نفسك. لكن يا عيني الناس دي بيبقى عندها طاقه لا نهائية على الجدل، اللي هو يعني طب ليه يا حبيبي؟ يعني فرغ طاقتك دي في حتة تانية. يعني أنا راجل مسالم وبحط صور وبحط حاجات كده لطيفة، ما يعني ليه؟ يعني أنا بصراحة ما عنديش طاقة أتخانق مع حد خالص خالص خالص، لا سني ولا لياقتي يسمحوا لي بكده. ف بليز بليز ارجوكو، اللي عايز يعمل بيبي يعمل بيبي عندهم، يعني خد كلامي ده لو عايزه وحطه عندك وافضل اعمل بيبي عندك طول الوقت، والناس بقى اللي حواليك يجوا يعملوا بيبي كلهم على الكلام بتاعي، فتمام والله ما عنديش مشكله، بعملوا حفله بيبي. بس ارجوك بلاش بليز بلاش بيبي عندي، ماشي؟ اوكي، صباح الفل.